السلام عليكم اصدقائي، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك غادي نديرو تمرين 12 في النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي، وهادشي كامل في التقويم والدعم والتوري. اذا قبل ما نبدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما تنساش انك تضغط على اللايك اللي كاين في هذا الاتجاه تحفيزا لنا باش نستمروا في النشاط الجديد بجوده عاليه. اذا اولا اخذوا انسوخا وارسموا عليه الزاويه قائمه. اذا الانسوخ حنا كنعرفوا كيفاش كيترسم الانسوخ، كنت وريتكم الحصه فواحد الحصه كيفاش كيترسم الانسوخ. يعني تنديروا واحد الورقه، صافي تنديروا واحد الورقه على هذا الشكل الانسوخ. اذا كناخذوا واحد الورقه على الشكل بحال هكا، تناخذوا على القد ديال المربع بحال هكا كما تندير. اي ابري تنحاول انني، هذا هو الانسوخ، يعني نحاول نلون لكم الانسوخ. اذا الانسوخ تيكون انسخ بحال هكا تناخذو، نحاول حيت انا ما عنديش كندير باش نوريكم الانسخ، ولكن غنوريكم ورقه من بعد كتاخذوها تولي مرسوم. انا غادي ندير وغادي نرسم وغادي نعطيكم الانسخ بحالاش. المهم نتوما ما ترسموش بحالي، نتوما راه هادشي راه اللي ترسم، انا راه غير الورقه خاصها تكون بحال هكا صافي. انا دابا غندير معاكم كلشي وغادي نوريكم كيفاش غادي نخرجوا الانسخ ديال هاد الزاويه. غادي نشدو المسطره ديالنا باش نديرو الانسخ، وغادي نتبعو على الزاوية. غادي نجيو هنا وغادي ناخدو نتبعو على الزاوية بحال هكا من هنايا، نتبعو عليها هكا، عاوتاني نتبعو على الزاوية بحال هكا، ونتبعو على الزاوية بحال هكا. الانسخ انا دابا غادي نوريكم الانسخ صغير. اذا بحال هكا الانسخ، هادي الزاوية تندير الانسخ ديالي بحال هكا، يعني تنعاود ننسخ فوق ديك الزاويه، وغادي نطوي هذا على جوج، وغادي نقيس هاد الزاويه مع هاد الزاويه صافي. هكا غيكون عندكم الانسخ. باش نقيسو حنايا الزاويه غادي نمشيو نشوفو الزاويه في التطبيق ديالنا، ونعبروه بمنقاله باش نشوفو قياس هاد الزاويه مع هاد الزاويه. اذا هذا هو الشكل ديالنا، خاصني نعبرو قياس هاد الزاويه شحال. اذا هاد الزاويه اللي عندنا هنا غادي نعبروها شحال القياس ديالها، وحتى هاد الزاويه غنعبروا شحال القياس ديالها. اذا بغينا نعبروا القياس ديالها غنستعينوا بلو رابورتور ديالنا اللي هو هذا. قلنا دائما هذا الراس تنوضعوه فوق الزاويه، اذا غنوضعوه بحال هكا فوق الزاويه. ها فوالا مزيان. دابا غنكبر الزاويه باش تبان لكم، غادي نكبروا الزاويه باش يبان لكم رابورتور مزيان. فوالا. اذا ملي غنبغي نحسب تنهز هاد الكيرسور وكندي حتى تيوصلني الخط. اذا شحال عندي هنايا، إذن عندي تقريبا شحال عندي هنا، فوالا عندي 45 درجة كما مبينين ليا هنا. إذن هنا عطاوني 45 درجة، إذن قياس هاد الزاوية 45 درجة. إلا بغيت نعبر الزاوية الأخرى كيفاش غيمكن ليا ندير؟ وتابع معايا باش تفهم. غنصغر الرابورتور شوية، غادي ندورو الرابورتور حتى الجهة ديال الخط بحال هكا. شفتو؟ إذن هذا جانا تا هو في الخط نيشان، إذن تا هي القياس ديالها 45 درجة. مزيان. اذا الزاويتين مالهم متقايستين. تري بيان. دونك غادي نرجعو غادي نكتبو بان الزاويتين، نجاوبو على السؤال اطوي الانسخ راه حنا درناه. دابا غادي نجاوبو على السؤال، قالوا لنا هل الزاويتين واحد وجوج متقايستين؟ غادي نقولو نعم الزاويتان متقايستان. لماذا؟ لأن نصف المستقيم هاد نصف المستقيم اين هو؟ اللي هو هذا ك اف ك، هاد نصف المستقيم مالو؟ ينصف الزاوية. اش من زاويتين الصفر؟ هاد الزاوية القائمة اللي هي جي اف او الى نصفين متقايسين. صافي مزيان. تري بيان. ندوز التمرين اللي مورا.
إذا بالنسبة للسؤال رقم 13، أحدد رتبة الرقم 2 ثم الرقم 7 والرقم 3 في كل عدد من الأعداد. إذا أعطونا هذا الأعداد كاملين، خصنا كل عدد إما 2 و7 و3 نحددوا الرتبة ديالهم في هذا الأعداد. إذا أنا صوبت واحد الجدول درت فيه الأعداد ودرت فيه رتبة الأرقام رقم 2 رقم 3 ورقم 7. واقيلا بان ليا بحال لي صغير شويه، ولكن نكتب شي شويه صغير ماشي مشكل. دونك تنجي عند رقم 2 وتنشوف الرتبه ديالو في هذا العدد، اذا شنو تيمثل وحدات الالف. اذا غادي نكتب هنايا 2 كيمثل ليا وحدات الالف، مزيان. ورقم 3 شنو تيمثل ليا؟ اذا رقم 3 باش نحسبو عندي 3 هنا الاصفار، ثلاثة الأرقام يعني أنا فاش في الفصل ديال الملايين، وهو الثالث. إذن مئات الملايين كيمثل ليا مئات الملايين. فوالا. ورقم 7 شنو تيمثل ليا؟ بما أنني في فصل الملايين إذن وحدات الملايين، مزيان. اذا بحال هكا غادي نمشي على الاعداد كاملين. اذا هنا بالنسبه للرقم 2 شنو تيمثل ليا؟ عندي انا في الفصل ديال الملايين، اذا 2 هو عشرات الملايين. فوالا. ورقم 3 اش تيمثل ليا؟ الوحدات البسيطه، يعني تيمثل ليا العشرات، تيمثل ليا العشرات. ورقم 7 شنو تيمثل ليا؟ تيمثل ليا الملايير، إذن وحدات الملايير، مزيان. بنفس الطريقة غادي نديرو الأعداد كاملين. إذن أنا نحاول أنا نخدم كلشي ونخلي لكم الطابلو في الآخر تقيل. فوالا. إذن أنا حاولت نعمر الطابلو كامل باش نربحو شي شوية ديال الوقت. إذن غنبقى ديرو بوز، أولا دير بوز الفيديو، خذ الحل ديالك الى اختيار التقلب، من بعد كمل السلسله. دير التمرين رقم 14 وتميمو باستعمال الوحده المناسبه او العدد المناسب. هنايا تيكون عندي العدد مع الوحده، ولكن هنا ما عنديش العدد، عندي غير الوحده. اذا غادي نلجؤوا باش نحتاجوا جدول ديال الاطوال ضروري. اذا نمشيو نجيبوا جدول ديال الاطوال. الجدول امامنا وهيا بنا للعمل. اذا قالوا لينا هنا 43 ديسيمات. ديما كنقول لكم ها ملي يكون عندنا شي عدد دائما الوحدات ديالو هو اللي تيكون مع الوحده. اذا باش نمثلو في الجدول عندي 3 تنجي عند ديسيمتر اللي هي هذه وتنكتب 3 عاد كندير 4. دابا خاصني نحولها لاش الهكتومتر، فين هي؟ هي هذه. اذا غنزيدو لها الاصفار. ملي كنوصلوا للهكتومتر تنديروا الفاصل ديالنا اللي هو الفاصله وتنقراوها 0.043 هكتومتر، مزيان. كتساوي، شوفوا واش داروا لينا هنا، داروا لنا هي هاد الكتابه، غنحاولوا نكتبوها هنا. اذا غنحيدوا هاد الشيء هذا. عندنا 3 4 0 0 وباقي خاصنا 0، وداروا لينا الفاصله هنا. اذا هاد العدد كيفاش غادي نقراه؟ عندي الفاصله هنا، يعني محدوده ليا في هذه القيمه هذه او في هذه الوحده. اذا هذه غنقراها الكيلو متر، مزيان. واضح. اذا نحيدوا هذا ونمشيو للعدد الثاني. عندنا كما قلنا دائما الوحدات ديالي تنديرو مع الوحده. اذا غادي نجي غنكتب السنتيمتر فيها 0، وشحال عندي؟ 0.023. قالوا لي نحولوها للديكامتر ليات. اذا اش غنديروا؟ تنديروا واحد الفاصله وغادي نقراوها. ملي تيكونوا الاصفار ما تنبقاوش نقراوهم، تنقراو 23 ديكامتر. دابا غادي نكملوا نحيدوا هذه الفاصله ونكتبوا نفس الكتابه اللي كاتبين لينا هما 0.23. اذا جاوا داروا 0 وداروا فاصله، حيدنا هذا صافي، حيت حنا كنا عندنا السنتيمتر كلها وبغيناها 0.23 اللي هي هذه. اذا غنحيدوا الاصفار وغادي نقراوها على حسب الفاصله، يعني شمن وحده كيلو متر.
فوال مزيان. المهم هو انك تفهم. اذا هنا 61 ديكامتر، هذه هي الديكامتر، غنديرو 61 وبغينا 0.61، اذا غنزيدو 0 ونديرو فاصله وغادي نقراو هذه الوحده اللي هي كيلو متر. فوال دابا غادي نردوها 61 ديكامتر كما كانت عندنا في الاول، وغادي نديرو لها 6000، اذا غنزيدو لها جوج ديال الاصفار. في هذه الحاله كنقرا اخر رقم في العدد ديالي هو اللي تنقرا الوحده ديالو، تنقول ديسي متر. فوالا دابا غنحيد، بقات لينا اخر عمليه اللي هي 700 مليمتر. قلنا كنديرو 0 0 7 وتنقراوها 700 والعدد ديالي تيوقف هنا، وتنقرا الوحده اللي هي مليمتر. بغينا نحولوها ل 70، اذا بغينا نحولوها هنا ونقراو هاد الوحده. اذا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو فاصله هنا، نطيروها صفر وغادي نقراوها 70 سنتيمتر. وإلا بغيناها نقراوها 7، اذا كانت عندنا 70 سنتيمتر وبغينا نقراوها في هاد الوحده، اذا غادي نوقفو هنا. وإلا بغينا نوقفو خاصنا نديرو الفاصله، اذا غنطيرو هادو وغتبقى لينا 7 ديسي متر. نتمنى ان فهمتي مزيان الجدول الى اول مره كتشاهد القناه ديالي. ما تنساش دير لي لايك تحفيزي للفيديو باش تشجعني وندير لي فور ديالي عاوتاني. اذا عندنا هنايا قالوا لنا اضع رقم صفر مكان كل نقطه، وما هو العدد المحصل عليه؟ اذا شنو غادي نجي انا؟ غادي هنا النقاط غادي ندير صفر 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 وصفر. اذا هنا قال لك ما هو اصغر عدد محصل عليه. الا بغيت نعرف شنو هو اصغر عدد غادي نحسب الارقام ديالو. اذا هنا عندي 6 ديال الارقام، هنا عندي 6 الارقام، هنا 6 الارقام، هنا 6 الارقام، هنا 6، ولكن هنا عندي غير 5 ديال الارقام لانني ما تنقراش العدد ملي كيبدا بصفر. اذا الرقم المحصل عليه هو 84736. مزيان. دابا اضع الرقم الواحد، غادي نحيد هادشي وغادي نوضعوا رقم واحد في هاد الاعداد كامل. غندير واحد 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 اي واحد. مزيان. دابا قال لك هنايا ما هو اكبر عدد محصل عليه. الا بغينا نشوفوا اكبر عدد تنبداو ديما من المقارنه من جهه اليسار. اذا عندنا هنا 8 وهنا 8 وهنا 8 وهنا 8 وهنا 8. اذا هذا ما غاديش نهضروا معاه، غادي نقارنوا غير هاد الاعداد. اذا هنايا تلاحظ هذا واحد ما غاديش نهضر معاه، العدد الثاني ديالو 4 4 4 4. اذا هنا نقارن غير هاد الاعداد، هنايا 4 و 4 4 4. مزيان. غنعاودو عاوتاني، عندنا هنا واحد وعندنا هنا 7 وعندنا 7 وعندنا 7. اذا هذا ما غاديش نحتاجو حيت هما بغاو اكبر رقم. اذا بقى لي المقارنه بين الثلاثه، غادي نجي هنايا واحد وهنايا ثلاثة وهنايا ثلاثة. إذا هذاك الواحد هذا تا هو ما غاديش نحتاجو، غيبقى ليا المقارنة بين هاد العددين. غادي نجي نشوف، عندي هنايا واحد وعندي هنا 6، إذا العدد أكبر عدد ديالي هو هذا اللي محصل عليه. إذا هذا هو أكبر عدد اللي غادي نكتبو، اللي هو 847361. هذا إلا دابا الى عوضنا رقم 5 شكون هو اصغر عدد. فوالا دابا غنحيدو هادشي هذا كامل ونعوضوه برقم 5 وغادي نشوفو اشنو غادي يوقع لينا وشكون هو اكبر عدد. واخا الى جينا درنا قلنا رقم 5 هنا، رقم 5 هنا، رقم 5، رقم 5، رقم 5، واخيرا رقم 5. اذا بغاو منا شكون هو اصغر عدد. إذا أصغر عدد في المقارنة ديالي غادي نبدا من اليسر. إذا شكون هو؟ عندي هنا 8 8 8 8 8 وهنا 5. إذا أصغر عدد عندي هو 584736. صافي، حيت هو اللي صغير. دابا غادي نمشي لآخر وندير رقم 9 9 9 9 وتسعود وهنا تسعود، ومطلوب مني ما هو اكبر عدد محصل عليه. ديما المقارنه ديالي تلقى بان هادو تيبداو كاملين بالعدد 8 الا هاد العدد الاخير اللي كيبدا بتسعود واللي بالضبط اللي هو
أكبر عدد اللي هو 984,736. مزيان، فوالا تخي بيان. إذن السؤال 16 قال لك احسب قياس مساحة السطح الملون أ اللي هو هذا كامل باش باستخدام الوحدات القياس اللي هي هذا المربع. إذن حنا شنو غادي نحسبو؟ غنحاولوا نلونوا المربعات كاملين. إذن نحسبوا المربعات، ها واحد نبدل الكولور. إذن ها مربع واحد، ها مربع جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اثناش، ثلاثاش، أربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، ثمنتاش، تسعتاش، عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، تسعة وعشرين، ثلاثين، واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، أربعة وثلاثين، خمسة وثلاثين. إذن هنا غادي نقول عندي 35 مضروب في U هي 35 U. وغادي نشوف هنايا النصوصة. إذن النص شحال عندي؟ عنديها واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اثناش، ثلاثاش، أربعتاش. إذن عندي 14 مضروبة في U ولكن على جوج، صافي هي 7 U. إذن المساحة ديالي، إذن المساحة A ديال الجزء الملون شنو كتساوي؟ هي 35 U، يعني 35 كارو زائد 7 ديال الكاروات اللي كتعطيني 42 U. مزيان، حتى لهنا تتسالى الحصة ديالنا. تنضرب لكم موعد ان شاء الله في درس جديد وفي حلقة جديدة. ما تنساش دير ليا لايك تحفيزي، تبارطاجي لاشين مع صحابك. السلام عليكم.